لأنه طول عمره بيحلم بجوائز بنك الإسكان، محمد جبري صبح ثابت فتح حساب توفير في بنك الإسكان فرع نابلس في فلسطين، وربح معنا الجائزة الكبرى الأولى لشهر حزيران 2017 لفروع فلسطين وقيمتها 80,000 دينار. انت فزت معانا 80,000 دينار أردني. أنا بحكي للبنك يعني، وبحكي لكل طواقم عاملين في البنك، شكراً لكم كثير كثير على المجهود اللي عملتوه معي وعلى الجائزة الحلوة هاي، وبدعي كل إنسان يجي يفتح بنك الإسكان. ما في شي بعيد، حلمك صار بالإيد مع جوائز حسابات التوفير. بنك الإسكان، بنكي للحياة.